مالك يا اما؟ في ايه يا اما؟ جمهوري يناديني حاضر من عينيا سيد الحبايب يا ضنايا انت لا يا اما كل املي ومنايا انت لا يا امي يا اغلى عندي من الدنيا دي غنوا في الدنيا حلوة حلوة يا معلم حبيب اخويا ماشي ماشي اخويا ايه الله يا متر مساء الفل مساء الفل يا معلم عامل ايه الحمد لله والله منور القهوه كلها ومنور المنطقه الله يخليك بقول لك ايه يا معلم والنبي لو سمحت خد التردد بتاع القناه ده خلي الواد ينزله لي بسرعه التردد ايه يا باشا ده التردد بتاع تشيلسي تي في عشان نقلي ماتش اليوفي يا راجل يعني دينا لنا على الهوا ايوه اصل انا عندي تلفزيون بايظ والواد بتاع الدش اللي بيصلحه واخد اجازه يومين بقول لك ايه انت قاعد كده بقالك مده حيران وعمال تفكر وعمال تكتب وما طلبتش اي حاجه هو في ايه معلش يا معلم عندي بس صفقه جديده يعني مضايقاني شويه ادعي لي ادعي لك ربنا يكرمك يا رب صفقه انت مش محامي يا سيدي انا بتكلم على البيزنس التاني بتاعي هتكبيها عليا هكبيها عليك اسمع مني يا شبح جيت عي بايظ انت لا 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 دي اخي حته جوه عم خيبوش في الاوضه يلا ايدك معايا اعمل كل لون لوحده وكل مقاس لوحده وانجز معايا قبل لين ما يخش علينا والرجل تخف من الحاره لا الرجل تخف مطيح ما احنا نحف عم خيبوش المهم البيادس الكوميشن اصل ده اللي انا هسجل فيه المهيجان كرا يا عم حريقه احنا استبعنا على الصبح ما تقول يا عم باصت يا عم خربوش في يا عم خيبوش كل ما اكلمك تعمل معايا كده ده حتى المثل بيقول يا عم خيبوش اذا كنتوا اصحاب واخوات خليكوا اجدع من الاول يا اخي صاحب الشغل له ثمن الشغل اللي هيطلع بيننا يا صاحبي هيبقى بالنص يعني انت التلت وانا التلتين مرضي يا عم مرضي طول عمرك حقاني يا عم خيبوش انا بس بتكلم على المنظر العام يعني يا عم خيبوش زي فايشه بتاعت ناس فنانين بيسجلوا مهرجانات يعني نجيب حتتين ثلاثه كمان راجل صاحب المصنع راجل جلده راجل ايحه بس انا متاكد ان احنا لو لمينا القرشينات اقنعه ان هو يزودنا شويه بس شاهل ايدك معايا وبطل رغي كتير ازيع يعني زيع يا سيدي انا بشتغل في لعيبه الكوره بعمل من اللعيبه المصريين حاجه عالميه اه حاجه عالميه وتبيعهم بقى ببيعهم واكسب واخد نسبتي يعني سمسار سمسار كوره بس انا ما سمعتش عنك لا في الاخبار ولا في اي برنامج كوره خالص يا معلم انا طلعت لعيبه كتير جدا جدا من هنا لبره تسمع عن شعراوي اوه شعراوي بتاع ايطاليا ايوه الحمد لله وصلنا لحاجه شعراوي ده انا كنت بصيف في اسكندريه والولد ده كان بيلعب في دوره رمضانيه هناك وقفت اتفرج عليه جاله 12 فرصه قدام الجون ضيعهم كلهم ضيعهم كلهم طبعا عشان كده انت عايزه طبعا قلت الواد ده ملوش مكان في مصر مش واخد على اللعب هنا خدته بعته لاصحابي في ايطاليا لعب في بنفيكا طب ايه اللي جاب ايطاليا لبنفيكا للبرتغال انا مش فاهم حاجه هو في ايه يا معلم الانديه الكبيره دي بتفتح فروع بعد ما تكسب أيوة. بتفتح فروع هو اصلا في البرتغال فتح في اسبانيا في فرنسا غير الحاجات دي سهله هناك بتنزل اي نادي تركب القطر ب 8 جنيه تلعب عادي بكام اخو ب 8 ما شاء الله بيتفسح طول الوقت ب 8 جنيه طبعا يا معلم احنا بس اللي معقدينها هنا فاهم لكن هناك الامور دي سهله خالص بسبب الاتحاد الاتحاد طب والاهلي ايه ظروفه يعني ما الاهلي 100 100 والاتحاد سيد البلد ولا ايه يا متر الاتحاد الاوروبي يا معلم الاتحاد الاوروبي ركز بقى الاتحاد الاوروبي ايوه بقول لك يا معلم معلش انت تشغلني وانا عندي شغل كتير استاذنك استاذنك ايه اللي قام كده دوت ودخلني في اسبانيا والبرتغال وايطاليا ايه يا عم دوت يا عم وما طلبش اي حاجه ومشي يا نهار اسود حكومه عم خيبوش هو اللي باشا خيبوش اللي سرق منك بضاعه انت يا ابني خدت من الراجل ده بضاعه وما ادلوش فلوسها يا سعاده الباشا انا لو سارقها هبيعها في عز الظهر كده ولا وانا هيتبلى عليك بعد ما البضاعه قدامك ايه يا سعاده الباشا انا راجل كوميسيونج باخد منه البضاعه ولما ببيعها باخد نسبته وبدي له حقه البضاعه ما اتباعتش ولما هي ما اتباعتش ما بتدلوش بضاعته ليه قال لي ما باخدش بضاعه بايته بره بيتها شهرين اعمل له ايه بقى هو احنا عيبناه من وهي اهياها انت راجل مفتري بقول لكم ايه انت شكلكم عيال لبط فرشين في الشارع ومعرضينها
في ترخيص بالكلام ده ولا انتوا واخدنا عافيه؟ لا 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 عافيه ايه يا باشا، سيادتك شايفنا غلط، احنا فنانين، مشروع مهرجان هيتسجل، يعني مالناش دعوه بالكلام ده. بعدين يا باشا احنا قلنا يعني نبيع هدوم احسن ما نبيع بيشام ونمشي في الحياه. طيب يا راجل المفتاح بص بيبيع ايه يا باشا؟ ما قلناش حاجه بس يبقى بالوصول. هاتهم هاتوا البضاعة دي. هاتهم هاتهم ليه يا باشا؟ ليه بس كده يا سعادة الباشا؟ باشا معلش يا باشا كلمتين من حق يعني. خد معاك خيبوش. ايه؟ خيبوش بيحب السجن قوي يا باشا وليه نسبة فانز رهيبة في التخشيبة. خده معاك يا باشا. طب ابيع لنا حريقة؟ أنا أقدر يا ياسمين. ده أنت عشة عمي يا خيبوش. أوعى يهرب منك يا باشا. ألف سلام عليك يما. إن شاء الله الولاد زمارة أو البنت مباهي دي. لكن أنت لا يما. ألف سلام عليك يما. ان شاء الله البنت افرح وانت لا. بعد الشر عليكم كلكم. انت يا بنت مباهي انت بتدي امي الدواء ولا لا؟ بديهولها بس قابلتي بترفض الدواء. ليه يا اما بترفضي الدواء؟ ده المفروض انت تقولي اعطيني هذا الدواء. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. ان شاء الله امه هتعدي ان شاء الله. ما تخبناش عليك يا ام زمار. قولي يا خراب لهوي مين دي؟ أنا بيري الممرضة اللي هتابع حالة مدام امبابة. من طرف دكتور شوكة. وأنا زمارة أقدر. من طرف أمي. وأنا عسلية المية مية. من طرف زمارة اللي أمر مرتبط. عسلية! إن شاء الله هتطلع مش مرتبط. اخصى عليك أنت وهو يا حسالة يا رمامة يا زبالة يا خلفة العرة. هو أنتوا إيه؟ شايفين أمكوا تعبانة يعني احرق دمك واطردها بره؟ امشيها خالص؟ لا لا ياما يعني امشيها من البيت خالص؟ لا ياما ونكد عليكوا يا سفله. معلش ياما هدي نفسك هدي نفسك. اسكتي يا شيخه. وانت قلت لك لمي ايه على طول كده على طول مش كده كمان؟ ما هم دول ذكوره سفله. اخصى على البطن اللي خلفتكم. معرفتش انا معرفتش اربي. قصر الكلام انا عايزاكوا في حاجه مهمه. ومريم باب مين الواد الطويل اللي شبه العجمي ده؟ مين ده ايه؟ انا زماره ياما زماره ابني. ومين الواد القصير القزع اللي واقف ده؟ مش عارفاني انا اللي كل يوم بديكي 100 جنيه. حلو قوي الكلام ده مش عاجبني لكن ماشي. اسمعوا بقى انا مجمعاكوا عشان حاجه مهمه جدا. انا عندي زر في حياتي عايزه اقوله لكم. زر؟ زر ايه ده؟ ايه اللي زر؟ انا عندي اضرار كتير وعايز اقول لكم وصيتي. يما نام انت وارتاحي دلوقتي ولا وصيه ولا حاجه. بيرتاح ايه؟ ما تسيبها تقول. قولي يما وصيتك وبعد كده ارتاحي. حاضر يا نور عين امك. انت مين؟ انا مين ايه؟ انا مين ايه؟ ما تلحقينا بحقنه هوا ولا اي حاجه تفكرها. يما انا عسليه. عسليه ايه؟ انا زماره يما. صدمتني. حقنه هوا لامك يا عين امك يا حبيب امك ومع ذلك بصخ فيك. افتح الدرج. هفتح الدرج ده انا نفسي افتحه من ابتدائي اعرف فيه.